السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساء الخير خير يا مرحبا بكم ومسهلا بكم ومقربا الله يحييكم. شلونكم؟ عساكم طيبين؟ شو أخباركم؟ شو مسوين؟ قطعت لي يومين وثلاث أيام عن بث انستغرام، لكن بسبب أشغال وارتباطات وإرهاق شوي، فأحيانا يقطعني عن انستغرام لأنه يحتاج جهد. كفي تفسير الإعلام، يحتاج عصب ذهني، يحتاج مخ فاضي، مخ مروق. أي والله، يا مرحبا يا مسهلا فيكم، الله يحييكم. الشر ما يجيك أبد، شوي أشغال وراق شوي، فأحيانا نبعد عن انستغرام والبث خاصة، لكن ما ننقطع عن السناب والستوري هنا والمقاطع. الله يحييكم جميع، مساء الخير وعجب الحية والمنام. طيب بقول أقولها كرموز إن شاء الله. بشي أنت علي، تزوج زوج صالح، الله يرزقك الزوج الصالح. شلونكم؟ طيبين إن شاء الله. نبدأ في درسنا حق تفسير القرآن، وش رأيكم؟ جيراننا اليوم عندهم عزيمة ما شاء الله تبارك الله، فيدباك فوق، و دباز بعضهم يسميها، في دباك فوق وازعاج شوي، فمعليش الله يعين، لهم حق علينا نتحمل ازعاجهم اليوم بس. ها، على سالفة عجوز عندنا، كان عندنا جيران شوي عزايمهم واجد، وعيالهم الله يصلحهم يزعجونها، فقالت الله لا يكثر عزايمهم. شلونكم؟ أكيد الجار للجار والكل، أو الناس للناس والكل بالله. أي جماعة، اللهم صل على نبينا محمد. إله إلا الله، وين وصلنا فيه؟ تسمعون أنتم؟ ينطوع سالفة المجنون اللي امس بالبث، مجنون انت قلتها، مجنون اللي سالني يقول تعرف عشاير الجن؟ هذا احمد الله العافية، هذه الحبوب ما تسوي، حبوب هذه دمرت الناس، حبوب حبوب حبوب، هذه الحبوب دمرت الناس. طيب وين وصلنا يا جماعة؟ في اي سورة؟ وين وصلنا؟ وين وصلنا؟ في أي سورة؟ سورة العاديات. سورة تطاقوا. طيب قرأ سورة العاديات ثم نفسرها، ايش رأيكم؟ بعدين رد على أسئلتكم، ولأخذ بعض رموز الرؤى. اليوم ما أقدر أفسر الرؤى، لكن بأخذ بعض الرموز اللي تكتبونها، يناسب إن شاء الله. زين، فتفسير اليوم نبدأ في سورة العاديات بعد الاستعانة بالله عز وجل. طيب أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. طيب يا جماعة، اليوم معنا سورة العاديات بعد الاستعانة بالله والحمد والثناء عليه، يقسم سبحانه وتعالى بالعاديات. وش يا جماعة العاديات؟ أول شيء اللي عنده فكرة عن العاديات، وش العاديات؟ وش العاديات يا جماعة اللي أقسم الله عز وجل فيها؟ إيش هي العاديات؟
إيش هي العاديات يا جماعة؟ إيش هي العاديات؟ طيب العاديات اللي هي الخيل، الخيول، أحسنت. والعاديات ضبحة، إيش معنى الضبحة؟ طيب أقسم الله تعالى بالخيل الجاريات في سبيله نحو العدو، حين يظهر أنفاسها من سرعة عدوها، ولا يجوز للمخلوق كما قلنا دائما أن يقسم إلا بالله عز وجل، فإن القسم بغير الله شرك. ثم قال سبحانه تعالى فالموريات قدحا، يعني فالخيل التي تنقدح النار من صلابة حوافرها لشدة عدوها. إذن الخيل إذا منها جت تركض زين وحوافرها ضربت في الأرض يطلع قدح شرار من شدة سرعتها ومن شدة ضربها في الأرض. ثم قال سبحانه تعالى فالمغيرات صبحا، يعني فالخيل التي تغير بركبانها على الأعداء عند الصباح، فأثرن به نقعا، يعني فيهجن بها بهذا العدو غبارا، يعني هن يقول عندنا ويقولون بعض الناس يعني يقولون حتى الخيل منهم شافوا يدربونها أو شيء قال تنقعونها يعني تخلونها تغبر. فوسطنا به جمعا، يعني فتوسطنا بركبانها جموع الأعداء. ثم قال سبحانه وتعالى إن الإنسان لربه لكنود، يعني إن الإنسان لنعم ربه لجحود، الإنسان يجحد، إن الإنسان لنعم ربه لجحود، وإنه بجحوده ذلك لمقر، وإنه لحب المال لشديد. يعني الجحود جحود بالقول لكن في نفسه، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، وإنه لحب الخير لشديد، يعني وإنه لحب المال لشديد. أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور، يعني إذا الإنسان أفلا يعلم الإنسان ما ينتظره إذا أخرج الله الأموات في القبور للحساب والجزاء، وحصن ما في الصدور، إن ربهم بهم يومئذ لخبير، يعني واستخرج ما استتر في الصدور من خير أو شر، إن ربهم بهم يومئذ لخبير، يعني إن ربهم بهم بأعمالهم يومئذ لخبير، لا يخفى عليه شيء سبحانه وتعالى. طيب هذه سورة العاديات، بسألكم فيها بعض الأسئلة وبيكم تجاوبوني. إيش معنى قلنا العاديات ضبحا؟ إيش معنى قلنا العاديات ضبحا؟ إيش معنى قلنا العاديات ضبحا؟ يا جماعة إيش في كثير الناس يكثر يدعوا لي، ما حد ترى الله عز، بعض الناس صراحة لاحظتها بكثرة ادعوا لي. في واحد حتى دخل على الخاص، تعرف أحد مستجاب الدعوة تكفى خليه يدعي لي؟ يا أخي ما أعرف أحد مستجاب الدعوة، أعرف من يجيب الدعوة كما قال ذاك الرجل، الله عز وجل يجيب دعوة الداعين. يا جماعة الله أنت أعرف بحاجتك، وأنت الحاحك أكثر، وأنت مسكنتك وضعفك أكثر من مسكنتي وضعفي في حالك. إذن العاديات ضبحة، يعني الخيل التي تجري في فترة الصباح قلنا. طيب ما معنى نقع فأثرن به نقع، ما معنى فأثرن به نقع؟ إيش معناها؟ إيه طيب جميل يا أم ماريا. طيب فأثرن به نقع، ما معنى فأثرن به نقع؟ أنا عارف البث الساعة 1، الساعة 12:30 العدد أكبر بكثير يصل التب لايف، بس الآن الناس ما بعد فضت، لكن عددكم طيب، فيكم البركة إن شاء الله، وأنا بينام بدري. طيب قلنا فأثرنا به نقعة، إذن الغبار يثير مع ركض الخيل. طيب إن الإنسان لربه لكنوت، إيش معنات إن الإنسان لربه لكنوت؟ طيب جميل، إيش معنات إن الإنسان لربه لكنود؟ ها إيش معناتها؟ ها
طيب إن الإنسان يعني لربه لجحود بالنعمة التي أنعمها عليه. نسأل الله أن لا يجعلنا منهم يا رب، لا يجعلنا من الشاكرين. طيب حلو، طيب نكتفي بهذا. سورة العاديات اليوم أخذناها، وأسأل الله أن ينفعنا بما قلنا وبما سمعنا. الآن بقول لكم بعض الرموز في الروائز، حليلهم جيراننا ما هم مزعجين، يا حليلهم. طيب وين عطونا اللي عنده رمز أو رموز للرؤية يسأل عنها، وإن شاء الله أني أجاوبه. أبا أتكلم عن الرموز اليوم، بتكلم اليوم عن الرموز فقط. خنافس يعني بالله رمز خنفس، بجيب منه تعبير يم الخنافس أنتي، وش أقول لي رمز خنفس؟ أعرف إن علق، سبحان الله. في واحد من الشباب ما يتصل علي إلا إذا شافني أبث، يتسلط. طيب ماذا اتصل؟ الله بسلامته. طيب أخذ بعض الرموز. الهروب من الإسعاف، هذه رؤية كاملة. لا مو عاد سكة حضر خويي. الضبع عادة يكون إما رجل ظالم، إما رجل ظالم أو رجل سارق، والله أعلم، يعني يأخذ حق غيره. يعني أقرب ما تكون إلى هالشيء إنه يكون رجل ظالم أو رجل سارق أو رجل مغتصب لحرام، والله أعلم. أذكر رؤية من الرؤى اللي كانت مرت علي هنا، فسرناها في بث انستغرام. كانت في واحدة تقول رأيت أني محبوسة مع رجل، لا محبوسة مع، لا هي قرش قد رؤية، تقول رأيت أني مع ضبع، أو أن الضبع في شبك وأني أوكله لحم وينهش فيني هو، وهي توكله ينهش فيها. فسألتها سؤال، قلت أنت على علاقة برجل، على علاقة برجل محرمة، وأنت تعطينا وتتنازلين عنه مع هذا يضرك ويضيق. قالت نعم، قالت نعم. الحلم بالحرب، وش تفسير طيارات وصواريخ؟ قد يكون يعني إنسان يسمع أخبار غير جيدة، أنه يسمع أخبار غير طيبة، أو أنه يمر في مشاكل أو أزمات مالية يعني بشكل عام. يعني بتصل عليه، لا بتصل عليه، اسمحوا لي يا جماعة اتصل عليه بس. البحر فسرته كثير، قلتها رمز البحر، رمز البحر قلتها كثير. شيخ ليش ما تلبس عمام؟ انا جالس في البيت ما يحتاج البس. السلام عليكم. انا ابو عبد المحسن، مرحبا، كيف الحال؟ دقيت على جوالي. لا لا أبدا، يا أخي دق، يا أخي أنت أزعجتنا، دق من اليوم. أنت وش أنت دق على رقم الأهل أكثر من مرة؟ الله اللي ما أدري، أنا أخوك ترى لا تأخذ الله، أنا أرسل في الخير
ارسل لي شوف على الواتساب، شوف ارسل لي يمكن اشوف انك طالع يطلون لك. ارسل لك ايش مداقر على جواله لها اكثر من مره. والله اني ما ادري وين اخوك. اي والله. طيب وش تقصد بحركتك هاي؟ واتساب ولا وش؟ لا اتصال. اتصال؟ اي نعم. لا لا بالاتصال ما اتوقع يدقين. يا اخي الله يجزاك خير، هذه ترى لك خوات ولك ما يجوز. اكيد اكيد يا اخوي، اكيد ان خوات ولنا كل شيء، ونعرف الوصول انه يا اخوي، نعرف الكلام الزين انه ما نتعدى على ناس بنات الناس اخوي. طيب نطق بابنا طق بابه انا اخوك. شو عندك تتصل طيب؟ اقول لك انه طق بابنا طق بابه، وانه من نبغى الامور هذه انا اخوك. طيب ليش تتصل؟ وان بعض ظني اثم، ترى انت تظن ظن، ترى تثم عليه انا اخوك، ترى والله اقول لك يا صريح انا وصادق. طيب انا الاقي رقمك وش معناته اكثر من مره؟ ازعاج منك. شلون جاي رقمك اكثر من مره؟ ليش شلون جاي رقمك؟ ارسل لي انت على الواتساب، ارسل لي شيء، علمني، اقنعني. انا ما ادري، قلت لك والله ما ادري، دقيت بادي، دقيت ذات الله اعلم. خلنا نرجع نروح نشوف الصادر، نشوف الارقام، دقيت ولا ما دقيت؟ في حد طالب قبل؟ في حد شيء؟ ما ادري انا. شلون حد طالب؟ انت تالف انت، ايش عندك؟ انت شو تشتغل انت؟ طوش. ها؟ مربي بعرين. عبد الملك. الله يردك، والله ما عرفتك يا شيخ. ما سجلت رقم الجوال؟ لا والله ما سجل ارقام هنا، اروح بس يا شيخ بالله. والله صوتك متغير انت. مقلبتك؟ والله مقلبت يا شيخ، بس انا واثق من نفسي ولا فكرت احد. كفو. أقول أبو عبد المحسن، شلون؟ سكر يا هدم كلام بحلقك. بقول لك شيء. أسلم. ترى أنا وأنا أكلمك كنت مشغل البث وسمعوك الناس. ها؟ بالله عليك مشغل البث؟ إي والله. الله يردك يا شيخ، والله. يا أخي وش يا أخي ليش تقول؟ مرزوق ذيك الايام راح وامس الجبد يا اخوي، ترى اللي يروح لي حياه يا اخي، ترى عندي احساس يا اخي، احس انا يا اخي بيضربون فيني بسكين انا. سامحني، ترى الواحد يخاف يمكن دق صدفه دق شيء. سامحني يا ابو عبد المحسن، سامحني. لا مسموح لقيت عليك عبد المحسن مشغول يا شيخ. اي كنت ابث، انا مشغل البث فدقيت علي، دقيت عليك من رقمي الثاني ما سجلته. ايه معذره منكم الله. سم بغيت شيء؟ طيب خلاص بعدين سجل وانا افسر بعدين، بس تراني فاتح البث، بس تراني فاتح البث. هو اخوه عنده اخو مختفي لا يمكن 7 سنوات، فهمت؟ ايوه عندنا اخو مختفي وما عاد شافوه، قابل عاد يكون ولا عاد رجع. فهمت؟ ايوه. طيب الرؤيه وش هي؟ الرؤيه وش بالضبط؟ سلام الله. كيف حالك يا باجر؟ حياك الله يا مرحبا. طيب الحمد لله. هو مختفي انا 6 سنوات او 6 سنوات ونص، زين؟ ايوه. حلمت فيه امس انه جاي البيت عندي. ايه؟ قلت له وينك فيه؟ قال مسجون، زين؟ قلت له كيف طلعوك؟ قال طلعوني اليوم بس نجي، قال روح شوف اهلك ورجعنا، وقال لي ترى بطلع 21/8 قبل رمضان. ايوه. قال قلت شلون طلعت اليوم؟ قال طلعت بس اليوم عرفته، قال لي روح شوف اهلك وتعال. بس كذا؟ بس في حاجات ما تنقال بعدين. خلاص اجل خلنا يعلم مبارك ابو عبد المحسن يقولها لي، علم ابو عبد المحسن يقولها لي. يلا زين. طيب ما لك تشير للحل؟ لا خلي لين تقابل عبد المحسن يعلمني احسن. اجل خلاص بعدين اجل افضل. يا هلا بالسلامة. لو في حاجات ما تنقال ايش نقول؟ الله يستر امرنا وامر كل مسلم يا رب العالمين. بس والله ابو عبد المحسن بقلبنا مقلب على كيفكم.
هلا هلا بيقول يا شيخ مرحبا. الله يحفظنا وإياكم. العيون المخيفة بالمنام وعند الاستيقاظ تظهر على الحائط، حاول حظي على أذكارك الصباح والمساء أذكار النوم ولا قدامك للعافية. أكل الليمون الأخضر ولبس العباءة الوسيعة الطويلة للمطلقة، إن شاء الله خير ورؤية خير، لكنك أكلك للليمون يبدو أنك تعانين من شيء أو أن عندك معاناة حاليا، معاناة تعانينها، لكن لبسك العباءة يدل بإذن الله أن الله بيوسع عليك ويسر لك الله عز وجل زوج يسترك إن شاء الله بإذن الله. والله شف يا محمد راعي الحاشي، والله كانك شفته فأنا شفته، والله راعي الحاشي كانك شفته فأنا شفته، هو يتابع البث، كانك شفت الحاشي فأنا شفت الحاشي. لبس الكعب الأحمر العالي للمطلقة، لبس الكعب أو إن كانت حالتها الصحية متردية فنقول بإذن الله تتعافى، وإن كانت غير موظفة فتتوظف إن شاء الله بإذن الله، يعني هذا كرمز. إن كانت غير متزوجة ومطلقة إن شاء الله بإذن الله يتم لها زواج، إن كانت موظفة هذا ترقية لها إلى مرتبة أعلى، هذا كرمز أتكلم كرمز. عرفتي شلون؟ يوم القيامة فتنة من الفتن القيامة لا شك، ومن الأهوال العظيمة يوم القيامة وهو أعظم يوم، بس أنت لازم ما نقدر نفسره كذا يعني فستان الأحمر أذن الفساتين إذا كانت لونها فاتحة ترى رؤية طيبة، يكون فيها الرؤية طيبة خاصة إذا كانت ساترة. جماعة صارت روعة ما هو رموز. يلي حلمت ان قبلت رأس شيخك رموز وليست روعة، لان ما اقدر افسر كذا. في واحد ثاني بدأ تلبث قال رمز الكلب والمنام، الكلب في المنام اذا قد يكون وفي صديق وفي، قد يكون شيطان اذا كان لونه غامق اسود او كامل اللون اسود، قد يدل على عدو، قد يدل على حرص وامانة، يعني أكثر من رمز. كذلك الحي يدل على مرأة، يدل أحيانا على أمراض روحية، حتى الكلب نفس الشيء، الحي قد تدل على مرأة قلنا، تدل على أمراض روحية، تدل على حياة، تدل على مشاكل باطنية أحيانا على حسب. يلي رأيت رؤية كلب أسود يطارك يبعضك حصني نفسك بأذكار الصباح والمساء، كلب الأسود شيطان كما قال صلى الله عليه وسلم، زالت جلد الوجه. إيش يعني يا شيخ؟ هذا مو هو رمز، هذه رؤية تحتاج تفاصيل. اي حتى على الفستان تفسير. انت مش معك سيارة، معك تشارجر. الله يرزقك. رمز الشحاطة الذهبي المتزوجة. حلال استاذ الرمز ذا، علينا افتح الجوال احسن. كثرت رموزكم. الخيول اليوم ما أخذينها في سورة الضحى. تحتاج تفسير أحلام. والله جوالي مو معي، جوالي مو معي. معي يا أبو محمد، جوالي مو معي. أبشر بحفظ بس. مو مزعجين يرى الله. صلوا على النبي يا جماعة، صلوا على النبي. تفسيري هذا دخولي للبث من أجل درسنا اليومي، ولا كان عندي نية أني أفسر أحلام نهائي، لكني ذكرت بعض الرموز على عجل وعلى سرعة، لكن أعدكم إن شاء الله بإذن الله البث القادم وأفسر لكم إن شاء الله. إن شاء الله البث القادم أفسر. أفسر فسر لي إيه ملك الله. الله وفشر مش اشتغل جوجل، انا عندك في 200 واحد هنا محب انا الاسلوب ذا. ما تفل واحدة ذاك اليوم تقول لي، مرسلت لي على الخاص قالها تسمعني، يا ليتها تسمعني. ايش تقول؟
تقول السلام عليكم شيخ محمد، أنا أختك فلانة في العشم. شوفوا الأسلوب يا جماعة، شوفوا الأسلوب اللي يرفع الضغط، شوفوا الأسلوب، أسلوب قليل دسم صراحة. قالت أنا صراحة أضفتك في الإنستغرام وأضفتك في السناب بس لا عشان تفسر لي حلم ثم من أحذفك. يلا ما دريت أنت رحتي ولا جيتي، هبي هبيتي ولا وليتي، ما دريت أنت شو الأسلوب ذا اللي مثل وجه سليابس. ثم أنا بحذفك لأني ما أحب مفسرين الأحلام يقعدون عندي ميتين عليك سنة، والله ميت عليك أنا ما دريت عنس والله يوم أضفتي ولا يوم حذفتي. جماعة بعض 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 الردود تستاهل أنك ترد عليها مثل زي كذا، والله العظيم بعض الردود تستاهل أنك ترد عليها مثل كذا. كش رديت عليها أنا طبعا ما فسرنا في الخاص لا سناب وإنستغرام، قلت ولا بحذفت ولا مين ذا الشرلت كذا. يا جماعة عيب أسلوب هذا، إيش أسلوب هذا؟ والله عيب، عيب هذا. بعدين دائما أي تطلع الكلمة دائما أقول في السناب وإنستغرام، الأصل أنه ما دخلنا برامج التواصل عشان نفسر وندور التفسير. لوني أبي تفسير خلاص ما يصير إلا عندي رقم وأفسر للناس بالرقم، ما دخلت إنستغرام ولا دخلت سناب عشان هالشيء. لكن المقصد شيء أعظم من هذا، مو هم معناته أن نزدري أو نستحقر التفسير، بالعكس علم وعلم شريف وعلم علم شرعي، بس الأساليب دي ما تصلح. هي صادق أفسر لها أنت مثل شكلي بعصك كنت مثلها. أيوة شيخ هذا سلام فاطمة، أنا أتابع السناب وفي النصائح، جزاك الله خير، هذا المقصد. شو الأسلوب ذا؟ لا أنا لأني ما أحب مفسرين، ميتين عريس هن مثل اللي قبل شوي أوف تقول. سألت أكثر مرة ما رديت علي. طيب روحي جوجل. جماعة الخير لازم تعرف أن ناس ترسل كثير، ناس تتصل كثير، يجين اللي عذر، يجين اللي عذر، اللي عذر أكيد عنده رسالة، أكيد عنده اتصال يختار عندنا. عندنا بعض الناس والله ما يقدر. يا شيخ ليتك تقرأ ممكن تفسر لي بدون بث. ماني مفسر لس أنت بالذات، لأن لس مودية ومزعجة. جماعة ترى أنا ماني متكبر أو شيء، بس أنا أعرف بعض اليوزرات أعرفهم لهم سوابق في الباسورد، وش اسمه ذيك البلاك القائمة السوداء، شو اسمها باسورد هي، راحت علي مسابقة. في مسابقة جاية للأخوات، في مسابقة جاية للأخوات، جائزتها 500 ريال إن شاء الله. أبشروبها قريبا إن شاء الله، أبشروبها قريبا إن شاء الله بإذن الله. مسابقة للأخوات 500 ريال بلاك ليست. هي أحسنت، أنا أقول باسورد بإذن الله جائزة 500 ريال للأخوات إن شاء الله، بحطها لكم شوية 500. يلا أنت عطنا جائزة، أنت عطنا جائزة وابشر بالأسئلة من عندي. يلا هات جائزة من عندك أنت، ورنا مشيك في الملعب بغيت أقول شيء ثاني. يلا عطنا جائزة، أنا على الأقل حطيت 500. يلا أنت خليك أحسن مني، خير مني، حط ألف، حط جوال. يلا أنا أشوفه يعطيك. الله من يعطي هامو، راجع الهامور يعض ذنك الله أنك مهايتي. هي المقصد منها، المقصد منها الفائدة قبل ما تكون فلوس، المقصد منها الفائدة قبل ما تكون فلوس. ما عليك زود يلي تقول مطاوعة هوامير وبخالة، ما عليك زود، ما عليك زود، انتو ربعك ما عليكم زود. ايه ثري سمارة، ايه انا احسبك والله واحد، انا شفت الصورة اللي انت حاط فحسبتك رجالة، حسبك صرت صرت مرة. يلا ما عليه، معليش عدل اني رديت عليك.
ردوا عليه يا جماعة جالنتم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. المسابقة خارج السعودية؟ لا، المسابقة من داخل السعودية. إن شاء الله الجميع يشارك. مسابقة جميع يشارك. ولا يهمكم محمد. الله يوفقنا وياكم، جمعنا وياكم بالجنة إخواننا على سرور متقابلين. مشكلة تتكلم. المسابقة بتكون، بعلمكم طريقة المسابقة. بالنسبة للمسابقة راح أحط لكم رابط، زين، بحط لكم رابط وبيكون فيه مادة صوتية تسمعونها، ويكون فيها ثلاث أسئلة المادة الصوتية هذه، زين، تسمعونها، ثم أنا بأسألكم من المادة اللي سمعتوها بسألكم ثلاث أسئلة، واضح؟ فاللي راح يجاوب أكيد راح تكون جيبه كثير، لكن يفوز بالقرعة، الفوز بالقرعة. عرفت شلون؟ عرفت شلون الطريقة؟ سابقة للأخوات بس. أنا شناب ذكرت لا أشوفكم متوططون وقت المسابقة. أبشروا اليومين الجاية إن شاء الله، أبشروا اليومين الجاية، يومين الجاية بحطها لكم. لا، الرد مو هنا، الرد بتاك تكتبين السؤال والجواب تحت اللي أنا بسأله، أنا بحطه بنزل السؤال في المقطع فيديو إن شاء الله، زين، بإذن الله أبحط له. الأشناب سألناهم ثلاث أسئلة والجائزة كانت 300 ريال ولا أحد فاز، استضفناهم هنا في البث واتصال وزحمة ولا أحد فاز في المسابقة، ما أحد فاز. السؤال ابشروا، بوضح لكم الطريق، بوضح لكم الطريقه. انا بنزل مقطع فيديو فيه ثلاث اسئله، زين، بقول لكم يا اخوات يا بنات اسمعوا المقطع الصوتي، الماده الصوتيه اللي فوق تلقون فيها اجوبه على اسئلتي اللي انا سالتها. صوري، اكتبي كتابه السؤال والجواب وحطيه في حسابك واعطيني تاج، زين، وانا ادخل بعدين على التاجات اللي جايتني واختار اختيار عشوائي. البنات دائما اذكى من العيال، صح، في الطبخ وفي الاهتمام بالبيت، كل له قدرات. اي نعم، حسابي انستغرام. هذه طريقه المسابقه، هذه طريقه المسابقه. احط لكم تاج رابط صوتي وبسالكم ثلاث اسئله في الرابط الصوتي للاخوات، واللي تجاوب تحطي لي تاج كذا. الجائزه 500 ريال إن شاء الله. مسابق ورعاية عسل لا وبسلامة بإذن الله إن شاء الله. جاهزين؟ جاهزين، أبشروا اليومين الجاية إن شاء الله. الفائز، طبعا فائز شخص، شو رأيكم تبون الخمسمية نقسمها على فائزتين ولا فائزة واحدة تستاهلها تصير؟ فائزتين ولا فائزة؟ نقسم الجائزة. يلي تطبخين وتعطين طريق اسمه طبخت، الله يجزاك خير، يبارك فيك، شكر الله سعيد وطبخت، ما هو وقتها الحين تفسير لا. قليلة 500، هذا اللي يقول طرار ويتشرط. ورنا يلا أنت بعد قليلة، لا شوف تشاركين على خمس فائزات، لا صعب. فائزين، فائزتين ولا فائزة واحدة؟ لا ثلاثة، لا فائزة واحدة ولا فائزتين؟ طيب ثنتين يعني. الحين 500 تقشف اقتصادي يا أخي، أنت تعجبني. طيب خلاص، إذا ثنتين إن شاء الله بإذن الله كل واحدة تفوز 250، نحولها على حسابها. فائزتين خلاص، تمام، تم. تروح تشتري لها مكياج، تشتري لها شيء تصبغ وجهها. خمسمية ما تكفي، حطي من عندك زيادة، يلا هاتي 5000 ريال.
قط معك 100 من استاجر استراحة هنا ولا اطلع شاليه ولا خير ان شاء الله قطه ما بي قطه استيلا حلنا ولا ديره ولا المهم ان شاء الله انكم عرفتوا طريقه المسابقه باذن الله روح يا صناعيه الحريم استغرب يا بنت المهيبي المهيبي نبي 3000 يلا حطي انت الصوره اللي حطتها الحصني الاشهب حطيها يلا حطي 3000 من عندك بس اللي بالسعوديه والله شوف المشكله التحويل برا السعوديه صعب يعني كل ما تسوى 250 ما تسوى يا جماعه الخير اللي بيرعى المسابقه من اول انا قلت اللي بيرعى مسابقه الاخوات كان دخل علي على الخاص يقول انا برعى مسابقه الاخوات اما بجائزه عينيه يقول احط جوال احط اكسسوارات احط سلسال ذهب احط خاتم ذهب يعني احط شيء زين مكافأة زينه زين ولا يقول ارعاها المسابقه الاخوات او بيسوي مسابقه للشباب راح يعطيك 500 اعطي الفائز 1000 ريال اللي تبي ما عندي مانع عندك محل زين وتقول جائزه تكون من محلي حق الجوالات برعاها وتسوى لك ما عندي مانع كذلك والله ما تسوى الضيقة والحسرة شيء يجمل ولا يهجد والله ما ايش تقول ذهب نبي سيارات بنسوق يا شيخ الله يجعل السيارات توطى ظهر العدو إذا فازت تعطيها أمك تستاهل جزاك الله خير ليش المسابقة حكر على الشعب السعودي لا والله ما هو بحكر بس شلون إذا صارت جائزة مالية أو جائزة جوال شلون نحولها لهم صعبة يا أخي إلا الشباب سوينا لهم مسابقة ولا فزتوا ما فزتوا سوينا لكم يا شباب مسابقة ما حد فاز منكم لا مو لأن السعودية غير مو لأن السعودية غير أبدا لا والله بس تحويلها وذا صعب جزاك الله خير يا سور اللي حسين ليت حسابك ديني الله يوفقك أخاف مسابقة الحري نفس الشباب لا لا الأسئلة أجوبتها بتكون من المقطع الصوتي فاللي يسمعها بيسمع المقطع الصوتي أو المادة الصوتية راح يجاوب إن شاء الله بإذن الله بإذن الله وإن شافوني أحد من اللي يقولون نبي نرعى المسابقات أو شيء يتواصلون معي خاص إنستغرام أو سناب وإن شاء الله يستر الله سوي لهم إعلان ويرعون المسابقات خلي الجائزة تفسير إحلام من بسطون على ضمانتي والله جعلهم ما انبسطوا إلا بكل خير المقطع أبشر اليومين الجاية إن شاء الله والله شوف هذا اللي حاطه الكتاب سلسلة قوقاز جبال والله ما أدري هو اللي حط الكتاب أنا مشيت عليه ما أدري عاد عادي رفيجتك تستلمها بالرياض والله النشبة المسابقة اليومين الجاي إن شاء الله بإذن الله أبشروا اليومين الجاي أبشروا أبشروا اليومين الجاي إن شاء الله في شروط لرعاة المسابقات والله تكون الجائزة أهم شيء أنها مجزية تكون الجائزة اللي بيرع تكون شيء مجزي يعني تكون شيء مجزي عارف شلون أجي واحدة عندها مثلاً تاجرة شباصات تقول أنا بحط شباصات ونعم تاجرة الشباصات بس ما يصلح وما حد بيشارك شباصة هدية أي. صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم صلوا على النبي صلوا على النبي النبي عليه الصلاة والسلام يقول أبي بن كعب أو أبي بن كعب
قال يا رسول الله كم أجعل لك من صلاتي؟ قال ربعها. قال إن شئت وإن زئت فهو خير لك. قال ثلثها يا رسول الله. قال إن شئت وإن زئت فهو خير. قال نصفها. قال إن شئت وإن زئت فهو خير. قال ثلثينها. قال إن شئت وإن زئت فهو خير لك. قال أجعل لك صلاتي كلها. قال إذا تكفى همك ويغفر ذنبك. من أجل أن يكفي الله عز وجل همومك يتكفل الله بهمومك. عندك هم أنت، عندك هم أنت مقلقك، عندك هم مستقبل، عندك هم ماضي شايلة أنت، أكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. قال إذا تكفى همك، من يتكفل بهمك؟ الله يتكفل بهمك، الله هو المتكفل بهمك، يتكفل همك في الدنيا سواء كان أو سواء كان في الآخرة. تكفى همك ويغفر ذنبك. يا جماعة هذه أغلى الأمان، إن الله عز وجل يكفيك هموم الدنيا والآخرة ويغفر ذنبك، يغفر ذنبك. صلى الله أن يغفر لي ولكم، تجاوز عنا وعنكم، يشرح صدورنا وصدوركم يا رب العالمين. شيخ خلها بطايق شحن من 100 على 5 فائزات كذا حلو التقسيم ال 500. والله شعور طيب بس ما نقدر والله، معليش لعل ان شاء الله المره الجايه تفسير. ابشروا لما اجيب الجوال مهم معي. والله طفشانه اذكر. يلا الله يجعل لك خير. وش ذا الكلام؟ اي تفشيني وش تفشيني؟ حمدي ربك انت مستشفى منومة في مستشفى مجبصه كلت، ها تعاني من امراض مزمنه، تضربين كيماوي، فيس امراض مستعصيه، فيس امراض فاقده احد، توفي لك احد قريب، ايش انت مسلمه؟ أعظم نعمة نعمة الإسلام، أنت مسلمة أعظم نعمة. كل شيء كل مصيبة غير الدين فمصابها سهل، كما قال صلى الله عليه وسلم، كما قال صلى الله عليه وسلم، استغفر الله العظيم، كما قال القائل كل مصيبة في غير الدين أمرها سهل. ناظري لمن هو أدنى منك ولا تنظري لمن هو أعلى منك، فذلك أزدر أن تزدري نعمة، فذلك عز مش خايد مش ما هذي تشيته، يعني عشان ما تزدري نعمة الله عز وجل عليك إذا نظرت لمن هو أسفل منك. أنت مريضة شوف اللي أمرض منك، أدخلي مستشفيات. فقيرة شوف اللي أفقر منك. فدائما الواحد ينظر لمن هو أقل منه. بعض الناس ما هو راضي بالقدر، ما هو راضي بالأقدار، فيعيش في يأس، يعيش في عدم رضا بالأقدار اللي جيته، فلا يزيد إلا سخط، ما يزيد إلا سخط سخط سخط، ما يزيد إلا سخط. فالرضا بقضاء الله وقدره من الأمور اللي تجعل الإنسان سعيد في الدنيا وفي الآخر. الواحد يرضى بما كتب الله عليه وينظر لمن هو أدنى منه ولا ينظر لمن هو أعلى منه، لأجل أن لا يزدري نعمة الله عليه. هذا أمر. الأمر الآخر، بعض الناس ما تكلم عن سنتي، بعض الناس ما يرى النعمة اللي هو فيها، يناظر النعمة اللي في فم فلان واللي في جيب فلان. الله عز وجل قال وما بكم من نعمة فمن الله، قال والله فضل بعضكم على بعض في الرزق، قال ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وابقى. لا تناظر لمن هو أعلى منك، اشكر الله عز وجل على ما أعطاك، اشكر الله عز وجل على ما أعطاك. ناظر نعمة عند فلان ولا هي عندك، أنت كذا تعيش فقير النفس ولا وصلت للي وصله، قد يكون ويأست وسخطت وتحسده. دائما احمد الله. ايش فيكم تدعون على بعض؟ انت اللي تقول حلمت باخوي صدم سيارته كانه يفحط وفيه حلو
حفر وزعلت انا وطلع الخطا ما هو عليه. ابى اسالك سؤال وتجاوبني بصراحه، انت قد فسرت عندي بالواتساب رؤيه وفسرتها لك؟ ابيك تجاوبني. قد فسرت عندي في الواتساب رؤيه؟ يلا ما قد فسرت عندك؟ أدل مشبع على النظارة. وش الحل مع الجيران المزعجين؟ طيب أبشر، أجل خلها قريب إن شاء الله وفسر لك. خلينا نفتح الجوال وأبشر يلي تقول. خلاص أبشر، ما هو أنت أدل واحد ثاني، واحد ثاني. والله توقعت إن أنت. طيب بس الله يجمعني معكم في الجنة يا إخواني العصمة التقابلية، استودعكم الله الآن. النوم طيب، مع السلامة. لموتر يوتر.